الآن نروح إلى المملكة، لكن أي مملكة؟ الأردنية الهاشمية. أهلا وسهلا، أرض النشامة. إذا أطلقت النشامة فيطلق على الأردن، يستاهلون، وهي مملكة، المملكة الأردنية الهاشمية. نعم، حتى أنا قلت فيهم طبعا أرض النشامة ما أجل وأروع، فكأن الكندي قال مرجع، الكندي أبو الطيب المتنبي نزل في الأردن عند إسماعيل بن عمار، وإسماعيل بن عمار هذا ضرب الأسد بصوته، جاءه من الصحراء، وإذا الأسد فتك بالمدينة دخل في عمان، فسرد الناس على أسطحة المنازل، وسلاح الأمير طبعا هو من أشجع الناس في غرفة هناك، ولا يستطيع يدخل إلى الغرفة لأن الأسد أصبح في الشارع حجز الناس. قال أعطوني هراوة، فأعطوه هراوة غليظة مدببة الرأس فيها حديد، فنزل فقفز الأسد، فقفز إسماعيل بن عمار فضربه، وهاشمه الأسد فضرب الأسد في جمجمته حتى أسقطه قتيلا. قال المتنبي: عين تذم من الخليل خليلها عمرو بن بدر بن عمار بن إسماعيل، أمعفر الليث الهزبر بصوته اللي من ادخرت صارم المثلولة. يقول هذا فين؟ هذا عفرته بالصوت، والسيف تركته لمن؟ يطأ الثرى مترفقا من تيه، فكأنه آسن يجس عليلا. يقول أن يقول وردت على الأردن منه، يقول المتنبي الأردن شددها في البيت، وردت على الأردن منه بلية بلغ، يعني ورد الفرات زئيره والنيلة، زئيره والنيلة. أنا قلت لهم لأنه حياهم إلى المتنبي، قلت أرض النشامة أو أرض النشامة، يجوز أرضه ولكن الصح أرضه، يا أرض النشامة. أنا تعرف أني بحر في النحو. أرض النشامة ما أجل وأروع، فكأن الكندي قال مرجعة، نثرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة، فرأت ليالي أرت، فأرت ليالي أربعة، واستقبلت بدر السماء بوجهها، فأرتني القمر في وقت المحر. مشينا على القصيدة. أولا شكرا لهم على موقفهم من اللاجئين السوريين، فتحوا بيوتهم وقلوبهم، ولم يفعل بلد مثلهم في إلا تركيا في مسألة الضيافة. الثاني منهم الأردن أصالة عربية ونخوة إسلامية، وموقفه مشرف مع قضايا المسلمين، وهو بلد الإسلام وبلد العروبة، فجزاهم الله خيرا على ما قاموا به. في